ما نبتدي دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، نبتدي مرحلة التركيب اهي قدامكم. تمام، عشان نجرب الماتور. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه بيركب القوة اهو قدامكم. بيديك مشغول كده. احنا معاكم من البدايه، من ساعه فك الماتور لحد الان. نصلي العصر هناك في المسجد الكردي، نصلي العصر ونصلي المغرب ونصلي العشاء. والله العظيم انا وراجل بتاع المواضيع على فكره، كل حاجه في ورد من الف للياء. واحنا القرار الكلام سهل وعمل الموتور. بسم الله ما شاء الله الموتور بقى ملوش صوت خالص. ده موتور الكلبي ده يا جماعه اللي احنا اتكلمنا عليه قدامكم، عشان هو احنا بنوريكم من ساعه الفك لحد ما هنبتدي نشغل في الموتور. وكده اتعرفتوا على انواع المواتير اللي هي احسن المواتير ايه هي في الحلقة. كل الكلام ده متقال عشان تبقوا انتوا واخدين بالكم. بس ندي هنا بس ثواني معلش. ده حصر يا جماعه قدامكم اهو. السلك ده مش انت. بص السلك مربوط، ده اللي مخليه مش واقف ويدي معايا. هو ما كانش مربوط، حد ربط السلك اللي فوق ده مربوط فيه. ده دين باين عليه يا عم. ده دين باين عليه. بس كل ده ليه يا عم؟ بس كده يا جماعه قدامكم زي ما انتم شايفين كده.